السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. أحيي جميع المشاهدين والمشاهدات في أي مكان، سواء في المغرب أو خارج المغرب، سواء كانوا مغاربة أو غير مغاربة. وكنشكركم بزاف على دعمكم للقناة، وفرحان بزاف في اللقاء المباشر، الحلقة المباشرة. كانت حلقة جد مهمة توصلت من خلالها مع المشاهدين الكرام والأصدقاء اللي كيكونوا عائلة قناة محمد بن دحة. إذن بهذا الروح مستمرين إن شاء الله. وكان دائما كنذكركم على أساس لابد من الاشتراك ولابد من اللايك والبارتاج والمشاركة في التعليقات. إذن الله يجزيكم بخير، اللي كيسمعني الآن يبدأ بالمشاركة إلى مشاركش. إذن في هذه الجلسة غادي نتكلموا على مجموعة من المسائل، وخاصة السؤال اللي طرحوه بعض الإخوان اللي بغين يعرفوا أش نوقع في مجلس الأمن لما ناقش قضية ديال الصحراء نهار الأربعاء والبارح نهار الأربعاء. واليوم غادي نهضروا عاوتاني كذلك على التصفية ديال الشنقريحة وديال ممثل الجزائر في اجتماع ديال إحدى الدول، الاجتماعات ديال أحد اللجنة اللي مهمة وناقشت وضع القدس ودعم فلسطين. ولكن قبل ذلك بغيت نوقف كما وقفت في حلقة البث المباشر عند الاعتداء اللي تعرضت ليه قناة الأخ مبارك المغربي من طرف نقول خصوم حدثنا الترابية، من طرف النظام الجزائري. وطبعا مبارك الأخ مبارك تلقى واحد سيل عاري من التضامن لا مشروط، وحنا كان ندعيه في هذه المناسبة لأنه ندعو يعني جميع المشاهدين والمشاهدات على أنهم يدعموا القناة ديال الأخ محمد مبارك المغربي اللي كتب لكم الآن، وتحاولوا تشاركوا وتفعلوا زر الجرس وتحاولوا ديروا البارتاج مع الأصدقاء ديالكم والأحباب ديالكم. وهذه دائما دعوة اللي كنوجهها لجميع المشاهدين الكرام في مغاربة، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، وكل الأحرى في العالم، وحتى الجزائريين اللي كيبغيونا أنهم يعملوا هذه المسألة لدعم القنوات الجادة في هذا المجال. أنا كانت عندي مبادرة، وكنا تكلمنا واحد مجموعة من الأصدقاء لابد ما غادي نديرو خصو ندير شي عملية تنسيقية بيناتنا، مادام أنه كان واحد مجموعة الأمور كتوحدنا، فكل قناة عندها طريقتها أو خطها التحريري، ولكن كتجمعنا واحد مجموعة من الأمور. ولهذا لابد من التفكير في طريقة التنسيق، إما لجنة التنسيق أو نخلقوا جمعية. ولهذا انا كنشوف ان خصنا نتواصل ما بيناتنا، وفعلا ما عندناش ارقام هواتف ديال بعضياتنا او هذه او البريد الالكتروني، ولكن انا كنقول بانه اللي بغى الاخوان يتواصلوا معايا يتواصلوا معايا على حساب يعني عن طريق الميسنجر، يعني لاباج ديالي في البروفيل ديالي في فيسبوك محمد بن دحة بالحروف اللاتينيه في فيسبوك. دخلوا تلقوا البروفيل ديالي وتواصلوا معايا الميسنجر باش ننسقوا في هذه الامور اللي غادي تعود بالنفع علينا كاملين وعلى قنواتنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وبالتالي على المشاهدين والمشاهدات، وبالتالي كذلك على وحدتنا الترابيه والقضيه اللي كنستعقلوا عليها كاملين. اذا نرجع الان النقطه ديال الاجتماع ديال مجلس الامن اللي انعقد في مجلس الامن انعقد يوم الاربعاء والبارح والنمس، وذكروا فيه يعني القضيه ديال الصحراء. وهو الاجتماع ماشي باش يتخذ فيه قرار، هو لإحاطة علما ولاخبار اعضاء مجلس الامن كما كنقولوا بالانجليزيه بريفينغ، يبريفيهم هذاك الشيء. يعني تقدم رئيس البعثه المينورسو وكذلك المبعوث الخاص للامين العام في الصحراء، تقدموا بتقرير وتكلموا على شنو وقع. وهنا اعلن المبعوث الامم المتحده ستيفان دي ميستورا عقب هذه الجلسه على انه غادي يبدا قريبا جوله جديده على المنطقه في محاوله للدفع قدما بالعمليه السلميه الراميه لحل هذا النزاع. ورد على سؤال فرانس بريس قالوا له امتى غادي يكون هذا الزياره ديالك، واش في اسابيع او شهور؟ قال دي ميستورا لا، ستحصل قريبا، يعني قريبا ما مذكر شيء، ولكن غالبا خاصها تكون في الصيف، لان في اكتوبر غادي يجتمع مجلس الامن ولا بد انه يستمع للتقرير ديالو. وهذا الشيء المساله اللي اتفقوا عليها انه غادي يكون كل 6 شهور غادي يكون لقاء.
وخلال هذه الجلسه رحب المبعوث مع العلم على انه كما قلنا ما حدش التاريخ وما حدش الاطراف في هذيك السماعه. وخلال الجلسه رحب المبعوث الاممي بالدعم الواسع اللي حصل عليه على حد قوله لاعاده اطلاق العمليه السياسيه، كنقولوا العمليه السياسيه، وقال بالحرف: الجميع دعموا جهودي، الجميع، لاعاده اطلاق المفاوضات الراميه للتوصل الى حل لهذا الصراع. اذن بمعنى انه شوف مجلس الامن كيركز على انه لابد من التوصل الى حل لهذا الصراع، وذلك باشراك جميع الاطراف. ملي كنقول جميع الاطراف كاين المغرب، الجزائر، موريتانيا، كما كنقول دائما على مضض ميليشيات البوليساريو، وكذلك انا كنشوف لابد من اشراك او التشاور مع اسبانيا لانها حجر الزاويه في هذه العمليه. وكما قلت على ان مجلس الامن غادي يعقد جلسه كل 6 شهور لبحث قضيه الصحراء المغربيه، وان في هذه الجلسه ان اعضاء مجلس الامن كلهم كرروا خلال هذه الجلسه نفس المواقف ديالهم من النزاع، وكلهم غاديين مع الحل السياسي، وكلهم كيركزوا على هذه المساله هذه، بمعنى ان هذه القضيه ديال تقرير المصير والاستفتاء ما بقاش مطروحه نهائيا الا حكام الغاز وحكام الوش والعجاج هما اللي كيركزوا على هذه. غادي يعني في واحد الوتيره واحد عايشين واحد الفيلم قديم بلون نوار. وهذه بالصوره التذكير على انه قام باول جوله ليه في المنطقه في يناير اللي داز وشملت المغرب، موريتانيا، وخيامة تندوف والجزائر. وفي هذه الجولة التقى مع المسؤولين المغاربة، يعني وزير الخارجية المغربي وكذلك سي عمر هلال، وأكدوا على أنه المملكة موقف المملكة القاضي بضرورة استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة، الحصرية لهيئة المتحدة اللي كيبغيو يدخلوا تما الاتحاد الإفريقي وداك التخربيق ديالهم، للتوصل الى حل سياسي على اساس المبادره المغربيه للحكم الذاتي وفي اطار مسلسل الموائد المستديره وبحضور الاطراف الاربعه. اذا المغرب واضح في هذه المساله هذه، ولكن الجزائر اش كتقول؟ كترفض هذه المساله هذه وكتقول اودي هذا رفض رسمي لا رجعه فيه، وكتقول لابد خص يكون تفاوض ما بين المغرب وميليشيات البوليساريو. وبالنسبه لميشيل البوليزاريو كياكدوا مازال كما قلت على الفيلم ديال تقرير المصير والاستفتاء اللي اكل عليه الظهر وشرب. من ناحيه او اتصال بالموضوع، منتدى فارماروك كيقول بانه السيد اسكندر افانكو هذا رئيس البعثه ديال مينورسو في المنطقه خلال احاطته الدوريه لمجلس الامن يعني يوم الاربعاء كيقول بان المغرب يواصل التزامه بوقف اطلاق النار. وهذا الشيء اللي غنقول دابا جد 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 مهم، ردوا البال كما كنقول دائما الكلمات والاخبار الصحيحه، لان هذا الشيء اللي غنقولوا غادي تنفي واحد المجموعه من المسائل اللي كيكذبوا عليها بنا حكام الغاز وحكام الوش والعجاج. كيقول على المغرب يواصل التزامه بوقف اطلاق النار وتعاونه التام مع البعثه من اجل القيام بمهامها، ستر مزيان، في حين لا زال الطرف الاخر يواصل تجاهله مطالب المجتمع الدولي للالتزام ببنود وقف اطلاق النار بالصحراء المغربيه شرق الجدار الامني. وقد اكد كذلك ان المغرب لا يتوانى عن الرد عن اي استفزاز، هذه المساله ماشي فيها المغرب، اي استفزاز ما كيتواناش وما كيتساهلش مع المغرب، واستهداف اي تحرك معادي بتراب المملكه شرق الجدار في اطار الدفاع عن النفس. اسمع مولاي، وقد رصدت البعثه تراجع الاستفزازات العسكرية للبوليزاريو لنضقتم للبوليزاريو شرق الجدار الأمني التي وصفتها البعثة بالدرجة الضعيفة، يعني هبطات نقصات بزاف، وهو ما يؤكد نجاعة الدور الكبير الذي يقوم به صقور القوات الملكية الجوية بالمنطقة. مينورسو أكدت كذلك على أن البوليزاريو تقوم بإبلاغ البعثة بمجموعة من العمليات الجوية للمملكة ضد ما أسمته أهداف مدنية، لكنها تمنع البعثة من تفقد وتفتيش أماكن هذه الحوادث، يعني فيهم غير الوش والعجاج وغير الكذوب وتوصل الأخبار، ولكن شي حاجة صحيحة ما كاين شيء. ملي كتجي البعثة كتقول لهم أجي نشوفوا هذيك البلاصة فين كاينة وشنو وقع فيها، ما كيخلوهمش، إذن ما كاين حتى شي حاجة.
وعن عملية بير الحلو في 10 أبريل الجاري. أكدت البعثة أن المغرب قام بإبلاغها بأنه استهدف في إطار عملية نوعية حوالي 10 شاحنات وعربات محملة بذخائر وأسلحة تستهدف أمن المغرب، غير أن البوليساريو قامت بمنع أعضاء البعثة من تفقد المكان إلا بعد مرور 72 ساعة لتجد فقط شاحنتين وعربة، كما قامت برصد وجود عملية أخرى بالقرب من مكان الشاحنتين، وهو ما يؤكد قيام الجبهة بتغيير معالم المكان لتكرار أسطوانة استهداف المغرب للمدنيين. واسمعي والله، هل معقول وهل صح؟ انا قلت لكم الوقت فاش كنسمعوا داكشي كنقولوا ودي المغرب ما كيردش، ولكن غادي يجي في الوقت اللي غادي نعرفوا الحقيقه، خاصه في تقرير ديال البعثه والتقرير ديال الامين العام المتحده المجلس الامن، هنا كياكدوا بانه هذاك الشيء كل شيء غيوش وعجاج. هنا دابا غادي نوصلوا للتصطيه ديال حكام الجزائر، وعطيني محطه من المحطات اللي كياكل فيها الدق والخسران وما بغاوش يحشموا. ذكرت وكالة الأنباء المغرب العربي للأنباء على أنه بعدما أقدمت الجزائر على عرقلة بيان لمجموعة السفراء العرب لدى هيئة المتحدة بنيويورك بشأن التصعيد الأخير الذي تعرفه باحات المسجد الأقصى المبارك، قام ممثلها في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة اليوم الخميس بعمان بمحاولة مماثلة لكنها باءت بالفشل. غير نذكركم مشاهدينا الكرام على أنه كما شفنا في مجموعة السفراء العرب كانوا جابوا مشروع بيان وعرقلته الجزائر، رفضته الجزائر. وعلاش رفضته الجزائر؟ لأنه في ذاك البيان فيه إشادة بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عملية السلام وفي عملية المحافظة على القدس بوصفه رئيس لجنة القدس. وعباد الله يعني كيبين واحد الكره، يعني أي حاجة فيها المغرب والإشادة المغرب يحملوهاش نهائيا. كيدارو ذاك الضربة اللي قلت لكم هذه شحال، عميلي عين باش المغرب يتعملوا الجعينين، ما يبغوش نهائيا. ورا نفس الشيء دابا تكرر كما يقول البيان على أنه بعدما لاحظ، يعني هذا الممثل ديال الجزائر في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، فبعدما لاحظ بأن البيان الختامي للجنة يضم فقرة تبرز دور صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وكاتب المال من القدس الشريف في نصرة هذه المدينة المقدسة وصمود سكانها، طالب الممثل الجزائري بتضمين البيان فقرة حول سمحوا لي فقرة حول الدعم المزعوم للرئيس الجزائري بذلك الخصوص. ويلي وصاحبي راه حشومة، واش كتقارن صاحبي شي بشي؟ راه الفرق عظيم بين هذا وهذا. ويلي. وهو الطلب الذي لم يعره المشاركون أي اعتبار. مزيان. فتم اعتماد البيان بالإجماع كما اقترحته رئاسة اللجنة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكامل الفقرة سالفة الذكر الخاصة برئاسة لجنة القدس. وبالفعل يعني كنرجعوا للبيان كنلقاو بالفعل الفقرة تشيد بالمؤسسات وبلجنة القدس اللي كيشرف عليها اللي كترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. وكرس رفض اللجنة للطلب الجزائري عزلة الجزائر التي لم تجد سوى التحفظ على البيان، وهو تحفظ لا يؤثر على الإجماع العربي تجاه دعم القدس وسكانها. ما بقى لهم غير التحفظ. يا سيدي تحفظ، تنترك محفظ، تنترك في الثلاجة كونجيلاتور، غير سير في حالك. وتضم اللجنة للعلم التي يرأسها الأردن الجمهورية التونسية بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واش من ديمقراطية واش من، والمملكة العربية السعودية ودولة فلسطين ودولة قطر وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية. وشارك في هذا الاجتماع الذي دعا إليه الأردن بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن. ودابا نوصلوا للتصطية ديال الشنقريحة اللي حاول انه يلقى شي سبب باش يرجع للواجهه ويلقي خطاب ويبين بلي راه حنا هنايا. ف
قام شنقيحة بوصفو رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة القوات البرية، وقال وسمعوا شنو قال: يواصل الجيش الوطني الشعبي بتوجيه السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وفي إطار مهامه الدستورية تنفيذ برنامج واسع لعصرنة وتجديد قدرات قوام المعركة لديه بغية التواجد في أحسن ظروف الكفاءة والجاهزية العملية، يعني بما أن الجيش الجزائري ما وراش موجود دابا، التي من شأنها رفع تعديات الدفاع الوطني وأداء مهامه على الوجه الأمثل. مزيان، هذا حق مشروع، ما كاين حتى شي مشكل. هذا البرنامج الطموح الذي نحن عازمون على تجسيده على أرض الواقع ينبثق من قناعة راسخة أن الجزائر بالنسبة لنا في الجيش الوطني الشعبي، هذا بغادي نقول الفقرة هذه ما تضحكوش الله يخليكم، أكبر من مجرد رقعة جغرافية، بل هي وجود حضاري ضاربة جذوره في أعماق التاريخ، وبلد معروف حدوده الترابية بدقة. لا، ما معروفش، لا، اللي معروف كامل هو أنه الجزائر عندها واحد رقعة معينة وخدات أراضي مغربية وأراضي تونسية بتكرم وجود وحاجة أخرى من إطار فرنسا، من طرف فرنسا. إذن كيقول على أنه أن أكبر من مجرد رقعة جغرافية، بل هي وجود حضاري ضاربة جذوره في أعماق التاريخ، وبلد يعرف حدوده الترابية بدقة ولا يتطلع أبدا إلى التوسع وراءها لأن عقيدته دفاعية بالأساس. الله يودي، هادشي منين جبتيه كدرتي ليه؟ حنا كنعرفو بأنكم العقيدة ديالكم توسعية، وقال ذلك أنه ما كاينش الدفاع ما كان غير الهجوم، والدليل على ديك الأحداث كاملة، ونرجعوا ل 1963 فجأة نتاع المغرب، وانتم عاد خرجتوا من الاستقلال، وانتم عاد لحمكم عاد طري، وعاد جناحكم عاد شوية مفرفرين. كيقول: لكن الجزائر ستعرف في المقابل كيف ترد وبقوة على كل ما تسوي له نفسه المساس بحرمة حدودها ووحدتها الترابية والشعبية وسيادتها الوطنية، وستواصل بخطى ثابتة مسارها المضفر ومشروعها الأصيل، وهو أن تكون كما تريد هي لنفسها لا كما يراد لها أن تكون. ودابا هذا بحال عايش في شي حلم ولا عايش في شي عالم، شكون يديها فيكم وشكون اللي راه باغي يعتدي عليكم؟ وهذه كلها تلميحات للمغرب، هذه السبة وهذه خطوة باش غادي يجيبوا النشبة ويجيبوا الاستفزاز مع المغرب. هذا الشيء كيقلبوا عليه ماش لقاو في المغرب نهائيا، والمغرب ما بسوق لهمش وما ديهاش فيهم. ونحن على يقين، لاحظوا الكلمات الفخفاخة اللي كيستعملها، ونحن على يقين بأن الجزائر شامخة بمواقفها الثابتة. فين يعني شي مواقف ثابتة؟ وفين الجزائر فعلا كانت شامخة وبهدلتوها؟ لم ولن تعجب بعض الجهات المتربصة، وأن محاولة الابتزاز والزعزعة والاستنزاف التي تتعرض له إنما تستهدف تعطيل مؤهلاتها وتجميد ثوابت قوتها الذاتية. وراه نتوما حكام الجزائر اللي راكم تستعطلوا المؤهلات ديالها وكتجمدوا الثوابت ديالها وكتضربوا لها تلافة. راه الجزائر ما كانش هكا، الجزائر كانت قوية فعلا بمكوناتها وبشعبها وبالمؤهلات قد توفر عليه، وجبت لها التمام. ذلك أن الجزائر، أن للجزائر مؤهلات مؤكدة ترشحها ليس للاستقرار والازدهار فحسب، بل لاحتلال موقع هام على الخارطة الجهوية، وتمنحها هامشا معتبرا على الصعيد الدولي. ومن أجل تحقيق ذلك فأنا نعتقد أن رهان الحقيقي يبدأ من بناء مؤسسات صلبة ومتينة تستطيع أن تدرك بسرعة المطالب الحقيقية للمجتمع، وقادر على توجيه حركته الطبيعية وتنظيمها لصالح الأهداف الكبرى للمجموعة الوطنية، وتعكس خصائص شعبنا كما هو عليه في الواقع، صامدا أمام العواصف وعلى استعداد للتضحية ومواجهة كافة التحديات الكبرى المعترضة أو التي تلوح في الأفق. وديوا غير في شعبكم الجزائري، راكم هلكتوه وقهرتوه، خليوا له العفوان ديالو، خليوا له الكرامة ديالو. هذاك هو التقدم، وهذاك هو الازدهار، وهذاك هو الاستقرار. أما أنكم تنبشوا في أشياء ما كيناش غير لمحاولة الإساءة للمغرب، راه ديروا اللي ديروا، راه ما ديروا غير البرد. شكرا لتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.